إذن أسعد الله صباحكم متتبعي قناة شوف تيفي الأوفياء، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر هذا اللي كنقلوه لكم من مدينة ميدلت وبالضبط من حي سوق الجمعة. كما قريتوا العنوان غنشوفوا يعني الأثمنة ديال السمك كيفاش دايرة، واش طالعة واش منخفضة، يعني واش كاين عليها إقبال خصوصا في هذه الأيام الأخيرة ديال رمضان وفي هذه العواشر هذه. إذن المتتبع قناة شوف تيفي اللي كاين معنا في هذا اللايف هذا كنقولوا لي عواشر مباركة والله يدخل عليك هذه الأيام هذه باش تمنيتي إن شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر، وإن شاء الله دوز هذه المحنة هذه إن شاء الله ونرجع لأيامنا يعني اللي كنا فيها يعني فرحانين وكنا يعني كان الخير الحمد لله ما خاصش، كانوا الناس تبارك الله يعني خدامين، ما كاينش اللي فقد الخدمة ديالو، ماشي بحال هاد الظروف اللي كنعيشوها الظروف الاستثنائية ديال كورونا، ولكن إن شاء الله نتمنوا الخير القدام وربي يرفع لنا هاد الوباء هذا باش نرجعوا لحياتنا الطبيعية. كما كتشوفوا متتبعي قناة شوف تيفي يعني الشارع ديال سوق الجمعة اللي كيعرف الرواج وكيعرف واحد يعني هو العصب الاقتصادي ديال المدينة أنه تقريبا يعني في هاد الظروف هذه يعني خصوصا في هذه الايام الاخيره كما كنشوفوا اصحاب المحلات انهم الاغلبيه من اصحاب المحلات يعني تقريبا ماشي ابناء مدينه ميدلت، يعني في هذه الوقيته هذه ميدلت يعني كتخوى بحالها بحال كازا في العيد بحال الرباط بحال طنجه، يعني الاغلبيه ديال الناس يعني كيمشيو كيرجعوا لبلاداتهم باش يعيدوا مع والدهم ومع احبابهم وصحابهم. اذا متتبعي قناه شوف تيفي بقاو معنا ما تمشيو فين باش نشوفوا الحوت كيفاش داير، واش غالي ولا لا، يعني اللي عندي ثمن ديال واحد يعني تقريبا هو ديال السردين اللي داير تقريبا 15 درهم، من بعد ما كان تقريبا شي يومين ولا 3 ايام كان تقريبا 20 درهم، يعني نقص ب 5 درهم. كما كنشوفوا الحمد لله المنتوجات متوفره، الحوت تبارك الله على اشكاله وانواعه يعني كاين متوفر، ولكن الاثمنه واش طالعه ولا لا غنشوفوا يعني مع السي خالد هو اللي غيقول لنا السي خالد. السلام عليكم يا خو، واش مبروكه؟ الله يبارك فيك الله يحفظك. شويه بعد اليوم شويه ما بقاش ديك الاثمنه ديال قادر الاثمنه كحال ديما الصراحيه. قول لي شنو شحال داير 15 درهم وكاينه 13 درهم الكبير هذا 13 درهم يعني الصغير 15 درهم شحال داير 35 درهم فواجور حيت بغيت باقي هو واحد دخلوا حيت ما دخلوا من البارح كنت كان تقريبا الاول كان رخيص في الاول ديال الاول كان 25 30 درهم في حوت بيض ما كاين دابا قليل اصلا ما كايناش كاينش حوت بيض صافي شنو لا كوفيد 120 درهم 120 درهم اخو كيلو مرحبا بوري 25 درهم اخو عبرك هادي اخو دير فيلي لاباطيش تاهي مرحبا اخو لاباطيش ديك كبيرة صغيرة كي بغيتيها مويان صافي سير اخو تقريبا كنشوفوا انه الاغلبيه ديال المحلات انه يعني بهذا السيده اللي كيهضر يعني مش من البلاد غيمشيو يعني تقريبا زوج يمكن سيمانه مورا العيد سيمانه مورا العيد سيمانه مورا العيد يعني الاغلبيه ديال الدراري اللي خدامين هذا ماشي اصلا ما كاينش صافي الماتشات كلهم سدوا البارح اخر مع الماتشات هو البارح هو البارح اليوم في الصباح زعما اليوم سي 6 في 3 تعود الصباح سدوا الماتشات كلشي يعني اللي بدا شي والحوت قليتها البحاره كلشي كيدخل دابا صافي كلشي بغى يعيد مع ولادي الاولاد والديه كيل وبالنسبه للاثمنه كيفاش كانت تقريبا عطينا واحد الاحصائيه كيفاش كانت الاثمنه شويه ناقصه الاغلبيه ناقصه اغلبيه ناقصه 20 درهم 30 درهم في الصندوق على اليامات اليامات العاديه اليامات الاول السريه حتى 20 درهم الاول
الناس انه فلول يعني كيكون فلول ديال رمضان كيكون اسمنا طالع اليوم شويه بعدا اليوم شويه 18 درهم 20 درهم اليوم راه 15 درهم اليوم كاين بوري 25 درهم كروبيت 130 كاين بوج رويال 30 35 درهم هذا هو كاين لاباطيش 35 كاين شترنا 20 درهم هذا شتر بلانك وشتر بيض مسوي 30 أبو الحاج مسوي 30 شنو أخوي ينس عندك السردين السردين اسفي عرايش مهدية الماء اوقر عرايش مهدية الحسين مالك كل نهار على حسب التليفون تيفون الحسين ما كان كنجيبو الحس بيض خلاص اكادي الحس كله الحس بيض كله اكادي سيدي فني ها مسطين ما كايناش هاد النهار هذا ما كايناش لا ما كايناش اصلا كان ديما هذيك كدير 40 درهم 50 درهم على حسب الغلط ديالها هي ايوا الله يفعلني هذا الوباء هذا واش تكون بروكا واش مبروكا و الله يفعلني هذا الوباء هذا اذا متتبعي قناه شوف تي في كما سمعتوا يعني سي خالد راه قال لكم الاثمنه اللي كاينين تقريبا هنايا في عنده في المحل كما كنشوفوا هذا الزميل ديالو اللي كاين معاه يعني انه تقريبا يعني ساد ومشى باش انه يعيد مع والديه في جديده كما كنشوفوا انه الاثمنه كما قال لنا السي خالد انهم تقريبا كانوا مرتفعين في الايام الاولى ديال رمضان ولكن هذا النهار هذا السوق يعني السوق راه تسد وما كاين وما بقاش يعني تقريبا البحاره دخلوا يعني باش انهم يعيدوا مع ولادهم يعني اخر سوق هو غدا يعني هو اليوم عفوا باش غدا البحاره حتى هما يدخلوا يعيدوا مع وليداتهم كما قال لنا السي خالد انه تقريبا سيمانه مورا العيد عاد باش تقريبا عاد باش يرجع الحوت مثلا انه يعني يكون يعني كما كنقولوا الحوت غيتبع الحوت جديد اما اللي غيكون مخزن ولا غيكون مكونجلي فراه يعني راه غيكون متوفر اصلا يعني من دابا راه بلا ما ولكن الحوت الطري مثلا اللي يلا خارج من البحر وكتلقاه بنهار مثلا ولا بيومين ماشي مشكل ولكن راه كاين الحوت اللي كيتكونجلا مثلا وكيبقى وكيطول اذا متتبعي قناه شوف تي في كانت هذه هي الجوله ديالنا هنايا عند صاحب سمك كنا بغينا نصوروا يعني مع الصديق ديالو ولكن يعني لقينا انه ما بقاش يعني مشى باش انه يعيد مع والديه كما كتشوفوا يعني في هذه الاثناء هذه يعني سوق الجمعه انها يعني خاويه في الصباح ما كنشوفوا واحد الرواج كيكون صراحه العشيه يعني رواج اللي كثير في انتظار اننا نشوف واحد بائع الاسماك واش كاين بخير كلشي مزيان صح لاباس تبارك الله بخير موجود موجود خير موجود انت اخويا مراد سي مراد مرحبا خذ راحتك تبارك الله كما كتشوفوا يعني حتى هنايا تبارك الله الكروفيت كاين السردين على البواجو هادي السردين كاين 15 درهم وكاين 13 درهم هذا البوري هذا الشراب ديال ميرنوس
كاين السردين الكبير داير 15 درهم. هذا مخلق فيه السردين الكبير. هاك السمرة السلام عليكم. اخي كاين الكروفيت 2600 الميرة 70 درهم، الميلو ولا لاباطيش 35 درهم، بواجو احمر 35 درهم، شرن 20 درهم، البوري 25. كاين السردين 15 درهم، كاين السردين موفي السردين وكابايلا 13 درهم. تقريبا في الاول كانوا الاسمنه ربما مرتفعه في الايام الاولى ديال رمضان، كان واحد الثمن اللي كيكون طالع شويه. دابا في هذا مؤخرا كان السردين تقريبا وصل ل 20 كيلو، دابا باقين في رمضان وتقريبا وصل 15. واش كان يعني تقريبا كاين كان ليه قبال كثير الطلب دابا ايوا الطلب كثير و دابا قليل دابا الطلب قليل. في الاول راه كاين الطلب كثير على الحوت تقريبا بحال قلتي خصوصا ديال الناس اللي كيسيركو الحوت خصوصا في رمضان بزاف. اي راه بزاف في رمضان دابا الناس ما كايناش حتى المواطن دابا كاين ما كايناش شي خدمه باش غادي يتجلى على باش يمشي يخدم بلاصه بعيده ولا كيكون مريح دابا ما عنده ما يدير كيجي مسكين داكشي اللي عنده في جيبو ياكلو نيت في هذاك الوقت. الناس راه الله يكون في العوان راه قاصح عليهم. الى بالنسبه لهذا العام هذا راه الله يكون في العوان بنا 30 درهم 25 درهم هذا العام شكون؟ بالنسبه ل 25 درهم 30 درهم السردين 20 درهم ولكن كان الطلب كثير والعرض عاوتاني قليل هذا هو سميتو. هو في الاول ديال رمضان كان الطلب كثير على الحوت بالنسبه للعرض قليل فهمتيني. الشطور كان واصل 30 درهم 25 درهم السردين 20 درهم حتى 18 درهم والحاله ديال بنادم راه ضعيفه باش غادي سميتو. العام اللي فات كان العام اللي فات كان الناس كانوا موفرين شويه كان شويه. هذا العام هذا مع كورونا اللي صرا ضربات كلشي الله يدير الخير وصافي الله يطب فينا وصافي هادشي اللي نقول امين يا ربي اللهم امين. الله يبعد البلاء ان شاء الله وتحسن الوضعيه ديال الناس كامله ماشي غير اي واحد ماشي غير اللي عنده الفلوس ولا تحسن الوضعيه ديال المسكين هو الاول خصوصا المسكين هو الاول هو الاول كاع. الميدل سمح لي في واحد النقطه بالنسبه للميدل ما فيها لا معامل لا حتى شي حاجه. الناس هنا الا ما جاش موسم ديال اش نقول لك حتى الفلاحه موسم ديال التفاح عنده موسم ديال التفاح فين كيخدم هادو جوج المواسم فين كيخدموا شي صناعه شي حاجه فين يخدم راه ما كاينش. كتشوف البطاله كثيره الكراس مسكين اللي ما عارف ما يدير كينوض كيدير كروس كيدير فيها شويه ديال الديسير ولا شويه حتى كيجي المخزنيت ديالو نيت عاوتاني والسلام عليكم. وتنتمناو يتبدل هادشي كاع يتحسن حسان من هادشي اللي كاين كاع وهادشي اللي داز ان شاء الله تبدل الوضعيه ديال المساكن كامل الحاله كما كانت. حتى والله بنادم ولا كيحس بانه ناقصه شي حاجه بزاف كاع ماشي غير النقص راه بزاف النقص والله يجعل السلامه هادشي اللي نقول نتمناو الله الخير. شكرا تحياتي. اذا متتبعي قناه شوف تي في كانت هذه هي الاثمنه ديال السمك ديال هذا النهار هذا. السي مراد قالوا لي انه اليوم اخر سوق ياك اليوم اخر سوق يعني تقريبا الحوت غيكون متوفر من هنا سيمانه حتى سيمانه مورا العيد بواحد السيمانه هكا. اييه تبارك الله شكرا لكم. اذا متتبعي قناه شوف تي في كما سمعتوا هذه هي الجوله ديالنا مع البائع ديال السمك وكانت هذه هي الاثمنه ديالهم كما كتشوفوا انه يعني الاجواء في سوق الجمعه انها تقريبا خاوي الشارع يعني كما كنعرفوا العشيه كيكون هذا الشارع هذا تبارك الله عامر يعني بمواد غذائيه باي واحد كيبيع شي حاجه راه تبارك الله يعني هذا الشارع هذا كيكون عامر كما كنعرفوا هذا هو العصب الاقتصادي ديال المدينه سوق الجمعه اللي كيعرفوا في ميدلت يعني كما شنو غنقول لكم يعني ما نقدرش نمثلو لكم زعما بشي مدينه اخرى ربما ما عارفش الشوارع ديالها اللي كيكون مثلا عارف غير بحال ديال كراج علال في كازا بحال ديال وهران في خنيفره يعني هنايا كتلقى كلشي كيتباع يعني جميع المحلات كاينين هنايا في هذا الشارع هذا
سواء ديال التغذيه سواء ديال الالكترونيك سواء ديال الاخر ديال الحوت ديال الحوايج يعني الزيتون كل شيء كاين هنا الشباكيه كل شيء كاين تبارك الله هنايا. ولكن كما كنعرفوا هذا الشارع هذا كيقتاتوا منه غير الدراوش يعني الدراوش هما اللي تقريبا يعني كيقتاتوا من هذا الشارع هذا. كاين اللي صاحب الكرارس كاين اللي يدير محل صغير يعني بسيط يعني كيبيع فيه حوايج صغار. المهم كيتعاون مثلا كيتعاون على الزمان مع كتلقى مثلا مع صديق ديالو يعني مشاركين في بروجي. ايوا متابعي قناه شوف تيفي غنخليكم الى مباشر اخر باذن الله والسلام عليكم.